إثبات صفة العلو. هذا العلو ثبت بطرق، أولا عن طريق السمع الذي هو الدليل. قد ذكر بعض العلماء أن هناك أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل. وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية أن إثبات العلو جاء من 20 صيغة، إما بالعلو المطلق وهو العلي العظيم، أو بالفوقية وهو القاهر فوق عباده، أو بالفوقية مؤكدة بمن يخافون ربهم من فوقهم، أو بوجود بعض المخلوقات عنده ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، أو بنزول شيء كقوله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أو بعروج شيء كقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، أو برفع شيء إليه والصعود إليه بمثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أو برفع بعض المخلوقات إليه كما قال عز وجل في حق عيسى عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه، أو بالسؤال عنه بأداة أين كما قال عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله قالت في السماء، وقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، أو بالإشارة إليه إشارة حسية كما أشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه في خطبة عرفة أشار إلى علو الله عز وجل. وقد ضل من فسر الفوقية بالخيرية فقال في مثل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، قال إن الفوقية بمعنى الخيرية أي خير من عباده، كما يقال الملك فوق الأمير. وهذا الكلام نقصان في العقل، لأن هذا أمر واضح، كما لو قلت إن الثلج بارد أو أن النار حارة، لأن عظم الله عز وجل مستقر في النفوس. بل إن ضرب المثل بين الكامل والناقص فيه تنقيص للكامل، كما قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فوضع المقارنة تنقيص، لو قلت هذه العصا أقوى من السيف لتنقصت السيف. ولكن يجوز أن تذكر هذه الخيرية في مقام الرد على المخالف، كقوله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.